احتفلت مستغانم يوم 24 فبراير 2020 بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، وذلك بساحة المقاومة بحضور والي الولاية السيد عبد السميع سعيدون والسلطات المحلية المدنية والعسكرية، حيث تم رفع العلم الوطني ووضع باقة من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب والترحم على شهدائنا الأبرار الذين قتلوا في سبيل الأموال بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وندعو الله عز وجل لبلدنا الجزائر، اللهم احفظ الجزائر، اللهم احفظ الجزائر، وألحقهم يا ربي بشهداء بدر وأحد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.